بنعيش الحاضر وعنينا على المستقبل، واللي ملوش ماضي زي ما دايما بنقول كده لا ليه لا حاضر ولا مستقبل. عشان كده دايما معاكم في برنامجنا في يحكى أنا بنكون حريصين جدا على اننا ما ننساش ماضينا بكل رموزه الادبيه المهمه، وفي نفس الوقت نتعرف كمان على الجيل الجديد من الشباب وكتاباته وايه اللي بيفكر فيه. وفي كل مره بنتقابل فيها مع كاتب جديد من الشباب بنتاكد ان مستقبل الكتابه الادبيه في مصر من افضل لافضل. وقبل ما نبتدي حلقتنا معاكم ونتعرف على كتابنا النهاردة، تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا زي ما احنا متعودين، ونرجع على طول نكمل حلقتنا. يحكى أن بيقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً في المكتبات الأسبوع ده وفقاً لتنويهات دور النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. الأسبوع ده احتلت الصدارة الكتب التاريخية وكتب التنمية البشرية وكمان الروايات الأدبية. رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي تصدرت قائمة البيست سيلر في عدد من المكتبات. الرواية بتجمع ما بين الأحداث التاريخية والزاوية الدينية المرتبطة بلحظة خروج اليهود من مصر مع نبي الله موسى وتداعياتها التاريخية. وكالعادة كانت أعمال الإثارة والتشويق حاضرة في القائمة الأسبوع ده، وتحديداً مع رواية أنين الدمى للكاتبة نور عبد المجيد. الرواية بتدور أحداثها حوالين جريمة بيحاول البطل حل لغزها، لكنه بيكتشف وراها جرائم تانية أكثر غموضاً. من الكتب اللي ضمتها القائمة أيضاً كتاب لا بطعم الفلامينكو للدكتور محمد طه، ورغم إن الكتاب صدر عام 2019 إلا إنه بيحقق مبيعات كبيرة لحد دلوقتي، وخصوصاً إن الكتاب بيقدم إرشادات علمية لتنمية الذات ومفاهيم التغيير والاستقلال وبر الوالدين. كمان الكاتب أحمد مراد مازال متواجد بقوة في قائمة البيست سيلر بروايته لوكاندة بير الوطاويط، اللي بتدور أحداثها حول جريمة قتل بتقع في لوكاندا صغيرة في حي السيدة زينب خلال القرن الـ18. ورغم سيطرة أدب الرعب وكتب التنمية البشرية وكتب التاريخ على القائمة، إلا إن الرواية الاجتماعية كانت حاضرة بقوة أيضاً الأسبوع ده، وتحديداً مع الكاتب عزة القمحاوي وروايته غرفة المسافرين. دي كانت أهم الكتب اللي تصدرت المبيعات في المكتبات المصرية الأسبوع ده. استنونا الأسبوع الجاي في نفس الميعاد مع قائمة جديدة من الكتب المميزة.